بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبابي مشاهدي قناة اعرف دينك، ومع لمسات بيانية ولطائف قرآنية. القرآن الكريم في تعريفه اللغوي هو من مادة قرأ، يقرأ قرآنا، صيغة مبالغة. وفي تعريفه الاصطلاحي هو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، والمتعبد بتلاوته، والمتحدى بآياته، والموجود بين دفتي المصحف الشريف، والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. والقرآن الكريم معجز في كل شيء، معجز في آياته وفي كلماته وفي أحرفه، معجز في بيانه، معجز حتى في رسمه، رسم المصحف أو رسم الكلمات داخل المصحف معجزة. تجد أن كلمة مثلا نعمة ساعات تلاقيها بالتاء المربوطة، ساعات نلاقيها بالتاء المفتوحة. لما نلاقي كلمة نعمة بالتاء المفتوحة تلاقيها مرتبطة دايما بالذات العلية سبحانه وتعالى. ليه؟ يفيد استغراق النعم، نعم الله كثيرة، رحمة الله قريب من المؤمنين، من المحسنين، سورة الأعراف. فرحمة بالتاء المفتوحة لأنها نسبت إلى الله تبارك وتعالى فاستغرقت كل الرحمات. في حاجة في اللغة العربية، القرآن الكريم له خصائص الاستخدام في هذه الكلمات داخل القرآن. اللغة العربية ممكن اللفظ يبقى له أكثر من معنى، زي كلمة عين مثلا معناها العين التي يرى بها، ومعناها مثلا بئر الماء عين، ومعناها الجاسوس الذي نرسله خلف خطوط العدو ده اسمه عين، والبيت أو الأراضي نسميها عين، يقول قيمة العين المؤجرة. فكلمة عين، وحرف اللغة عين يا نون، حرف اللغة عين. فنعرف إزاي المعنى من السياق. ففي بعض الكلمات في القرآن الكريم الناس بتقراها على أساس معنى هو عارفه، ولكن لها معنى تاني. فساعات يظن أن الدنيا مش تمام، والجماعة المستشرقين يقعدوا يقول لك الله ده في خطأ هنا ده. إحنا النهاردة معنا في حلقتنا حاجة جميلة أوي، الآية 63 من سورة طه. الله تبارك وتعالى يقول على لسان بني إسرائيل لما تحدثوا عن موسى وهارون، قالوا إن هذان لساحران، على سيدنا موسى وهارون. فبعض المشكين قعدوا يقولوا الله، طب ما إن دي اللي بيجي بعدها بيجي منصوب ويسمى اسم إن، لأنه هو ما يعرفش الله إن التوكيدية اللي هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. يبقى إذن هذان دي لازم يكون هذين، ما يبقاش هذان. وانتوا بتقولوا القرآن بلسان عربي فصيح ولسان عربي ليس فيه لحن ولا ليس فيه كذا وكذا، وده عندكم خطأ نحوي شديد. لكن هنا إن مش معناها إن التوكيدية، وإلا كان جه هزان بدل هزان بقت هزين. لا، إن هنا بمعنى نعم. ولذلك في لغة العرب يستخدم إن بمعنى نعم. يقولون في العرب ذكر العوالي في الصباح يلومنني وألومهن، فقلنا قد علاك الشيب فقلت إن، يعني قعدوا يتكلموا عني ويقولوا قلنا قد علاك الشيب وقد كبرت، فقلت إن، أي قلت نعم صدقت على كلامهم. وسيدنا الزبير بن العوام، أبو سيدنا عبد الله بن الزبير زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر، سيدنا الزبير بن العوام جاءه رجل في حر الظهيرة، والحر كان شديد جدا في وقت القيلولة. وبعدين الرجل جاء متعبا، فضجر وزعلان وتعبان، وقال لك يسب الزبير. فرحل للزبير لعن الله ناقة ساقتني إليه. فقال الزبير بن العوام إن وراكبها، يعني نعم، والذي يركبها أيضا ملعون. إذن يستخدمون العرب، والقرآن نزل بلسان عربي، كلمة إن بمعنى نعم. فلما أقرأها في المصحف في سورة طه مثلا 63، إن هذان لساحران، ما يقعدش حد يضحك عليه ويقول لي إن المفروض يبقى إن هذين لساحرين. لا، إن هذان لساحران
إن بمعنى نعم أو حقا، وبعدين كلام مستأنف تاني هذان لساحران مبتدأ مرفوع بالألف. فهذا الكلام، هذا الكلام كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من عزيز حكيم سبحانه وتعالى. يعني هذه الأمور لابد للمسلم أن يفطن إليها، وأن يعني يكون حذرا ولا يلعب أحد به ولا بأفكاره ولا يشكك فيه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.